أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل هذا القول صحيح من أن الصدقة في أيام عشر ذي الحجة أفضل منها في رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر؟ نعم، العشر عشر ذي الحجة أيام فاضلة، والعمل الصالح سواء صدقة أو غير صدقة فيه فضل عظيم، ولكن إنها أفضل من عشر رمضان هذا فيه خلاف. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. نعم.